بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا حضرت الماجستير وأرغب في تحضير الدكتوراه، وأرغب أيضا يا فضيلة الشيخ أن أبحث في دراسة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية، فبماذا توجهونني حيال دراستي للدكتوراه في هذا الموضوع؟ مأجوري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الموضوع لا أصل له في علوم القرآن. علوم القرآن معروفة في أصول التفسير، وليس منها الإعجاز العلمي. نعم، القرآن معجز، القرآن معجز في لفظه وفي معناه وفي أحكامه وفي، لكن العلمي اللي يسمونه علمي هذا لا دليل عليه، ولا إنما هو تخرص. وحمل القرآن على هذا، يقال هذا معنى الآية، هذا قول على الله بغير علم. نعم، أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما سبب اختلاف الفقهاء علما بأن الآية تقول اليوم أكملت لكم دينكم؟ سبب اختلاف الفقهاء هو النظر في الأدلة أو في الدليل الواحد الذي له احتمالات، وهذا من الفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. فالبحث عن معنى الحديث أو الآية وما يدل عليه هذا مأمور به، وأما الخلاف المخالف للدليل فهذا يلغى ولا قيمة له، لا قيمة لما خالف الدليل. وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول بأنه يسكن في البادية وقد تزوج قبل سنتين في الصيف، يقول: وفي نهار رمضان جامعت زوجتي مرتين في يومين مختلفين، ما الكفارة عليه؟ كفارة عليك قضاء اليوم أو الأيام التي وقعت فيها. ثانيا عليك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، لو شخص أتى يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني والخطيب جالس على المنبر، هل يصلي تحية المسجد والمؤذن يؤذن، أم يكرر معه الأذان؟ يبادر بالصلاة من أجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، ولا يتابع المؤذن، لأن هذا يفوت عليه سماع الخطبة من أولها. نعم. يقول هذا السائل: أنا طالب جامعي وقد عرضت علي إحدى المؤسسات أن يوظفوني ويكتبوا اسمي فقط في هذه المؤسسة براتب 1000 ريال مقابل تسجيل اسمي في مكتب العمل، وقد رضيت بذلك، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز، وهو أكل للمال بالباطل، وهو احتيال على السعودة، احتيال على السعودة، فلا يجوز هذا العمل لأنه كذب واحتيال على النظام وأخذ للمال بدون مقابل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: جدي يبلغ من العمر 84 سنة وعقله يأتي ويذهب، بالنسبة للصلاة والصيام ما الحكم في ذلك، حيث أنه لا يستطيع الوضوء؟ الوضوء إذا كان ما يستطيع يتيمم بالصعيد الطيب، وأما إذا ذهب عقله ولم يبقى عنده عقل مدة طويلة فليس عليه شيء. أما إذا كان عقله معه ولكنه ضعيف وقد يسهو بعض الأحيان أو يغفل، فهذا يصوم ويصلي. نعم. يقول: إمامنا في المسجد أثناء خطبة الجمعة الأولى أغمي عليه ثم استفاق ثم أغمي عليه مرة أخرى،
ولم يكمل الخطبة، فقام المصلون بإنزاله، ثم تقدم شخص فصلى بالجماعة ركعتين دون أن يكمل الخطبة، فما الحكم؟ إذا كانت الخطبة تامة ولو كانت قصيرة، فيها أركان الخطبة، فيها حمد الله، الشهادتان، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها موعظة، فيها آية تختم بها، إذا كانت فيها هذه الأركان ولو كانت قصيرة، بل الاختصار أفضل من التطويل، فيجوز أنه إذا عجز عن الصلاة أن يصلي عنه آخر، لا بأس بذلك، أو حتى لو لم يعجز يجوز أن يخطب واحد ويصلي آخر، لا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: برنامج يقوم بعمل مسابقات نافعة تقوم بالاتصال عليه مجانا، ثم يطرح عليه سؤالا، فإن أجاب بالجواب الصحيح نال منه جائزة، وإن لم تكن الإجابة صحيحة لم تخسر شيئا، لكن يستفيد صاحب البرنامج المعد للمسابقة مبلغا من المال من شركة للاتصالات بحسب عدد المتصلين، هل يصح الاشتراك في هذه المسابقة؟ هذا لا يجوز، هو من القمار، لأنهم يقصدون أن يأخذوا على المكالمة مبلغ، المكالمة ليست مجانية، يأخذون عليها مبلغ من المتكلم والمتصل، يجتمع عنده مبالغ من عدة أفراد طمعا في هذه الجائزة، هذا أمر لا يجوز وهو أكل للمال بالباطل. نعم. يسأل الشيخ عن العقيقة، مخالد من مكة المكرمة، عقيقة المولود الذكر، هل هي مخصصة بسن معينة، وهل يجوز لجدها القيام بتكاليف العقيقة كهدية؟ أما القيام بثمن العقيقة فلا بأس، يقوم به أي واحد تجزي، وأما السن فهي مثل الأضحية، إن كانت من الضان فأقل سن 6 أشهر نصف سنة، وإن كانت من المعز فأقل سن سنة كاملة، وإن كانت من البقر فسنتان، وإن كانت من الإبل 5 سنين. نعم. هذا يقول: أسأل عن الآية في قوله تبارك وتعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ما هو النور الذي كان عليه هؤلاء؟ نور الإيمان، نور الإيمان ونور العلم، نور اليقين، لأن الإيمان نور يقذفه الله في قلوب من يشاء من عباده، فهو نور، فالمؤمن ينظر بنور الله عز وجل ويميز بين الضار والنافع، بين الطيب والخبيث، بين الكسل والطاعة، فهو نور من الله سبحانه وتعالى، الإيمان نور، ويميز به المؤمن كل ما ينفعه في دينه ودنياه، وأما الكفر فهو ظلمات، وشوف كيف أنه وحد النور وعدد الظلمات، لأن الظلمات كثيرة ومتنوعة، وأما النور فهو شيء واحد، من رزقه الله هذا النور فإنه يكون على بينة من أمره في يوم القيامة. في يوم القيامة إذا دخل المؤمنون الجنة قال لهم المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، لأن المنافقين يسلب منهم النور يوم القيامة، لأنهم يؤمنون ظاهرا ولا يؤمنون باطنا، فيعطون نورا من باب الإهانة لهم ثم يسلب ويصيرون في ظلام، فيقولون للمؤمنين: انظرونا، يعني انتظروا، لا تروحون تخلونا، من أجل أن نقتبس من نوركم ونسير على أثركم. المؤمنون يمضون لكرامة الله عز وجل، انظرونا نقتبس، قيل ارجعوا وراءكم، يقال للمنافقين: ارجعوا وراءكم التمسوا نورا، هذا من باب الإهانة لهم، لأنكم ضيعتم النور في الدنيا، نور الإيمان والصدق واليقين مع الله سبحانه وتعالى، فتكونون في الآخرة في ظلمة لا مخرج لكم منها. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن من عنيزة يقول: لي صديق يردد عبارة دائما على لسانه بأن العناية الإلهية أنقذته من ذلك الحادث ومن ذلك الموقف، هذا العبارة وهذه العبارة ما حكم الشرع فيها؟ لا يعلق هذا بالصفة، إنما يعلق بالله، فيقول: الله أنقذني من كذا، عنايته ورحمته، أنقذني بعنايته ورحمته ولطفه من كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا فضيلة الشيخ، عندما نقرأ الأوراد أنا وعائلتي الصباحية والمسائية، هل يشرع لنا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم؟ نعم، الله جل وعلا قال: فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. فلا تقرأ القرآن بدون استعاذة بالله في البداية. نعم. يقول فضيلة الشيخ: هل يشرع لي أيضا خطيب الجمعة عند قراءة الآية وفي أثناء خطبة الجمعة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا بس، طيب، كل ما تقرأ شيء من القرآن استشهاد أو تلاوة فإنك قبل القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. سؤاله الأخير في رسالته يقول: ما الفرق بين الإسلام والإيمان، وأيهما أعم وأشمل؟ الإسلام هو الأركان الظاهرة: إقام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله الحرام، هو الأركان الظاهرة. وأما الإيمان فهو ما كان في القلب ليس ظاهرا، وأركانه ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولا بد من اجتماع الإيمان والإسلام، لا بد أن يكون المسلم مؤمنا، والمؤمن لا بد أن يكون مسلما، فلا يكون مؤمنا بدون إسلام، ولا يكون مسلما بدون إيمان. إلا المنافق، فإن المنافق والعياذ بالله يكون مسلما لكنه ليس بمؤمن، لأنه في ظاهره وما يقوم به من العبادات مسلم، لكنه ليس عنده إيمان في قلبه. نعم. هذا السائل يقول: هل التدخين يبطل الوضوء؟ لا، التدخين معصية محرم، ولكنه لا يبطل الوضوء. الوضوء له نواقض معروفة، ليس منها التدخين أو فعل معصية أو ذنب. نعم. عبد الرحمن من حريم لا يقول: يا شيخ، أخي الأصغر يقلد الأصوات، فقد قلد صوت واحد وأخذ يلعب على شاب، والشاب يرسل إليه المال حتى بلغ المال الذي أرسله لأخي 5000 ريال، ثم علم بالأمر وأرسل لي رسالة تفيد بأنه غير مسامح في هذا المال، وتوعد أخي بالدعاء عليه، وأخي لا يملك هذا المبلغ ولا يستطيع أن يقوم برده. أولا، هذا كذب وسخرية بصاحب الصوت الذي يقلده، لأن صاحب الصوت ما يرضى بهذا، وهو في الغالب استهزى به. وثانيا، وهو أشد، أنه أخذ المال بالباطل وغرر بدافع المال، فأخذ ماله بالباطل، فلا بد من رد المال على صاحبه وطلب المسامحة منه. نعم. يقول الشيخ: هل الرزق من المال والأولاد مكتوب مثل عمر الإنسان لا يتجاوز، أو أن المال يحصل عليه حسب عمله وتجارته وطريقة كسبه، سواء كان عن طريق الكسب الحلال أو الكسب الحرام، وكذلك الأولاد؟ طلب الأولاد والتزوج وكذلك السعي في طلب المال، هذه أسباب، لكنها لا تكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى وإرادة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم كما في الحديث الصحيح أن الجنين في بطن أمه يأتيه الملك يكتب هذا على هذا المولود: ذكر أم أنثى، حي شقي أو سعيد، ذكر أو أنثى، يكتب أجله ويكتب رزقه أيضا، يكتب عليه القضاء والقدر، يكتب في جبينه ما قدر له في اللوح المحفوظ. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل: إذا كانت العمامة والطاقية تغطي الجبهة، كان ينبغي أن يباشر محل السجود بجبهته، هذا إذا كان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: ما حكم بيع المعسل والجراك وتأجير المحلات لمن يبيع ذلك؟ هذه محرمات، لا يجوز بيعها، لأنها مفترة ورائحة خبيثة وضارة للجسم وفيها أضرار عظيمة، فهي محرمة ولا يجوز بيعها، ولا يجوز تأجير المحل لمن يجعل فيه هذه الأشياء، لأن هذا استعمال محرم، فلا يجوز تأجير المحل لأن يقام به أشياء أعمال محرمة أو يباع فيه شيء محرم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخ، ظلمت من شخص واحتال علي بالباطل
وهو من الحاقدين عليه، هل أدعو عليه يا شيخ وما السبيل إلى ذلك؟ عليك بالصبر والاحتساب، وما عند الله خير وأبقى، وإذا دعوت عليه بقدر ما ظلمك فلا بأس بذلك، لكن الأولى الصبر والاحتساب. نعم. يسأل عن وضع الشواهد على القبور إذا مات لي قريب وأردت أن أعرف مكان القبر، ماذا أفعل وهل أضع شاهدا على القبر؟ وما رأيكم فيما يعمل حاليا من وضع الكتابة على الجدران؟ الكتابة على القبر والتجصيص والبناء عليه، كل هذه محرمات لا تجوز. وأما إذا وضع علامة لا يعرفها إلا هو، وضع عليه حجرا أو وضع عليه ركز عنده عصا أو ما أشبه ذلك مما لا يعرفه إلا صاحبه، فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا على قبر عثمان بن مضعون رضي الله عنه من أجل أن يزوره ويدعو له. نعم. يقول: إذا طرق باب الشارع وأنا أصلي في الحوش أثناء الصلاة، هل يجوز فتح الباب؟ إذا كان الباب قريبا وأيضا هو أمامك، الباب أمامك لا تنصرف عن القبلة، فلا بأس. نعم. يسأل عن حديث ماء زمزم لما شرب له، وهل يجوز نقله من مكان إلى مكان، وأيضا الرقية في ماء زمزم؟ ماء زمزم ماء مبارك كما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفه بأوصاف منها أنه طعام طعم وشفاء سقم، وأمر بتضلع منه، وقد شرب صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من طواف العمرة وفي طريقه إلى المسعى وقف وشرب، ناولوه دلوا فشرب منه صلى الله عليه وسلم، فهو ماء مبارك وفيه شفاء وفيه بركة، وهو لما شرب له كما قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، ولا مانع من حمله إلى أي جهة من الجهات، ولا مانع من قراءة الرقية فيه وشربه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بما تدرك الركعة وما الضابط في ذلك؟ تدرك الركعة إذا، يعني بالنسبة للمأموم، نعم، تدرك الركعة إذا وضع يديه على ركبتيه، إذا وصلت يداه ركبتاه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الركعة. نعم. وفي صلاة الجمعة إذا فاتتني ركعة كيف أصليها؟ إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثانية وقد صحت جمعتك وأدركت الجمعة. أما إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية فإنها فاتتك الجمعة، ولكن تدخل معه بنية الظهر إذا كان دخل وقت الظهر، ثم إذا سلم تقوم وتصلي ظهرا. نعم. هذه سائلة تقول: نعاني كثيرا نحن فتيات من عدم انتظام الدورة، إذا زادت عن المعتاد فضيلة الشيخ تقول: هل تصلي وتصوم؟ لا، ما دام الدم لم ينقطع فإنها لا تزال في الحيض، والعادة قد تزيد وقد تنقص وقد تتقدم وقد تتأخر، فلا تصلي حتى ينقطع الحيض تماما وترى النقاء التام، ثم تغتسل وتصلي. نعم. مسافرة أرادت الجمع بين المغرب والعشاء وصلت بين الوقتين، هل هذا جائز؟ إذا كان يجوز لها الجمع فإنه يجوز من دخول وقت الأولى إلى آخر وقت الثاني، كل وقت للجمع، جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. هذا يقول بأنه لدي مجموعة أراضي لا أنوي البيع في الوقت الحاضر، ولكنني إن احتجت لقيمة إحداهن سوف أقوم ببيعها، هل عليها زكاة؟ إذا عزمت على بيعها يبدأ حول الزكاة، فإذا مضى حول من نيتك للبيع وعزمك عليه فإنك إن كان بعتها زكي قيمتها، وإن لم تبعها فإنك تقومها بما تساوي وتزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها. نعم. يقول الشيخ هذا السائل بأنه يكذب على والده أحيانا نظرا لشدته وغضبه وخوفا منه، فهل لهذا الشاب مخرج في ذلك؟ عليه أن يحترم والده ويوقره ولا يكذب عليه، عليه أن يصدق مع والده لأن هذا من البر به، وأما الكذب فهو خديعة وهو تهاون بحق الوالد. نعم. بعض الأدوية يصفونها بعض الناس بأنه قاهر للمرض، حكم قول البعض عند وصفهم للدواء بأنه قاهر للمرض؟ هذا كلام باطل، المرض لا يقهره إلا الله،
سبحانه وتعالى ولا يرفعه إلا الله، ولكن الدواء سبب فقط، إن شاء الله نفع وإن شاء لم ينفع. نعم، شكر الله لكم شيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم على ما بينتم في هذا اللقاء المبارك من برنامج نور على الدرب، وتقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم.